أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في توقعات أحوال طقس بربع المملكة للنهار اليوم الخميس. غادي تشكل سحب منخفضة وكثيفة نسبيا مصحوبة محليا بأمطار جيد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية وفوق السواحل الوسطى، وغادي تمر سحب أخرى كثيفة بعد شيء فوق منطقة طنجة مع إمكانية نزول بعض القطرات المطرية الضعيفة والمحلية، فضلا عن ظهور سحب مدارية غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية وعواصف رعدية محلية بأقصى جنوب البلاد. بالنسبة لدرجة الحرارة العليا غادي تتراوح ما بين 24 و 29 درجة شمال البلاد وما بين 30 و 36 درجة بسهول داخلية شرق البلاد وبالجنوب الشرقي وما بين 35 و 40 درجة بالأقاليم الجنوبية. أما الرياح فغادي تهب معتدلة من الجنوب الغربي بالسفوح الجنوبية الشرقية ومن القطاع الشمالي بجنوب البلاد وضعيفة من القطاع الغربي بشمال. كانت هذه النشرة الجوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.